ايه عيوده يا حبيبتي، انت اللي منوره الدنيا. ده من كتر نورك جيت ارد على التليفون، ما عرفتش ارد من كتر النور اللي خارج. على فكرة بقى الباكج بتاعك ده ما عادش يخيل عليا خالص. عارف هي وسعت مني، انا عارف. كويس انك عارف. عايز اشوفك النهارده. بس انا لسه ما روحتش. مش مهم، المهم اشوفك. بعد كده بقى تعمل اللي انت عايزه. اوامرك يا هانم. تحب اقابل معاليكي فين؟ في البيت. تمام، مسافة السكة واكون عندك. مع السلامة حبيبتي. باي. الو، ايه يا مريم، ازيك؟ ازيك يا عمر، انا في كايرو. ايه ده، انت هنا؟ لسه جايه الطياره. جيتي امتى؟ مالك يا عمر، انت اتضايقت ولا ايه؟ انا كنت فاكره ان انا عامله لك مفاجاه تخليك تنبسط، بس الظاهر ان انت ما انبسطتش. انت بتهزري ولا ايه؟ انا بس اتفاجئت والله، مش اكتر. انت فين دلوقتي؟ في الاوتيل. اللي هو فين ده؟ في الهرم. طيب خلاص تمام، هعمل بس مشوار، كنت واخد ميعاده من بدري، هخلصه واجيلك على طول. اوكي يا عمر، مستنيك. مع السلامة. أهلا. يا قمر، وحشتيني. أنت كمان وحشتيني قوي 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 يا عمر. طمنيني عليك، عاملة إيه؟ يعني حزينة ومقهورة قوي على اللي بيحصل. مين سمع؟ كلنا على هذا الحال والله. أنت جاية بقى قاعدة في مصر هنا على طول، ولا دي زيارة خطفة كده؟ لا أحسن قاعدة. أنا خلاص مش قادرة أستحمل أبدا المناظر اللي بشوفها. أعصابي خلاص هتفلف مني. المهم بطمني، أنت أخبارك إيه؟ أنا تمام، أنت أخبارك إيه؟ أنا مش جاي أتكلم عن أخباري. على فكرة رجوعك مصر المرة دي مش عشان عدياء، أنا اللي قلت لها أكلمك عشان موضوع تاني ما يقلش أهمية أبدا عن موضوع عدياء. فريدة. فريدة يا عمر. قالها فريدة. فريدة بتروح مننا. بتروح مننا ازاي؟ وحشتيني. هيئتك يا فريدة،
أمشي. زعيلي اخضب يا فندم. أنا مش هينفع أطلب منك إنك تعذريني، بس ينفع أطلب إني أسمع صوتك عشان وحشني. أنت كويسة طيب؟ مش عارف اقول ايه اصلا، اقول اي كلام. فالاحسن ان انت تسكت. مش قادر. ليه؟ انا قابلت عايده النهارده. وانا مالي؟ قالت لي حاجات لازم اسمعها منك انت. حاجات؟ حاجات ايه؟ في حد ظهر في حياتك. هي قالت لك كده؟ اه. اسمه نجيب. وانت مالك بحاجه زي دي؟ بقول لك انت مالك بحاجه زي دي يا عمر؟ ماليش اي علاقه، بس انا عايز اسالك سؤال واحد. سؤال ايه؟ ممكن؟ ايه هو اللي ممكن؟ ممكن يبقى في حد تاني. ليه؟ هو ده غلط؟ ممكن تقولي انت بقالك قد ايه بعيد؟ كتير. وهو ده ممكن؟ هتجاوبني يا عمر، هو ده ممكن؟ على فكرة أنت أكتر حد ما ينفعش يسألني سؤال زي كده. عارف ليه؟ لأن كل حاجة بالنسبة لك ممكنة، حتى لو مش في خيالي، حتى لو مش موجودة في أي كابوس، كل حاجة ممكنة عندي. أرجوك يا عمر ما تضغطش على الجرح. أنا نفسي أشوفك مرة واحدة عندك رحمة، مرة واحدة يا عمر. أنا الجرح عندي لسه جديد ولسه بينزف. أنت فاهم معناته إيه؟ لسه بينزف يا عمر. فريدة، إحنا محتاجين نتكلم مع بعض. أنت اللي محتاج تتكلم يا عمر، أنا ما أقدرش. أنت ماشية؟ أيوة أنا ماشية، عندي ميعاد مهم. طب أنا محتاجة أشوفك ضروري يا فريدة. لا والله، أنت لما جيت تمشي يا عمر ما سبتش حد يكلمني، عشان كان لازم تعمل الحاجة اللي أنت شايفها صح، عشان كده مشيت، ومشيت براحتك كمان. فأنا من حقي دلوقتي أمشي، ومن حقي أعمل الحاجة اللي أنا شايفاها صح. يعني زي ما أنا ما سألتكش يا عمر، ما تسألنيش. عارف ليه؟ لأن مش هتلاقي عندي أي رد.
عمر، فاروق، سلطان، حظك الاسود اللي وقعك معايا. لورا، عمر سلطان وصل مصر وقعد مع عايدة، بعدين راح قعد مع فريدة. بس فريدة عملت ايه؟ سابته وجريت عشان تجهز وتقعد معايا. انت عارفه معنى الكلام ده ايه؟ الماتش الحقيقي ابتدى. يعني العشاء النهارده هيبقى احتفال بمناسبتين. المناسبه الاولى قلب فريدة اللي جايني، والمناسبه الثانيه الماتش ابتدى. It's show time. It's show time. Yes. طبعا انت عارفة في اوروبا لما بيحتفلوا بفنانة عظيمة زيك بيحتفلوا بالشمبانيا. ايوة بس انا ما بشربش. عارف عارف، انا عارف عاداتنا وتقاليدنا الشرقية كويس، عشان كده قلت لهم يجيبوا لنا عصير. بس لازم تعرفي ان انا بعتبر ده احتفال باول عشاء مع اجمل فنانة حقيقية بتتكلم عربي قابلتها في حياتي، عشان كده حاولت اعمل شوية طقوس يعني على قدي. مش سي يا نجيب، قوليلي كملت اللوحة اللي شفتها في المرسم؟ لا لسه شوية. لا لا لا، ايه ده، هتكمليها وبسرعة. ليه بسرعة؟ عشان انا خلاص حجزت لها مكان في فيلتي اللي في ميلانو، وعايز تاخد مكانها بأسرع وقت ممكن. يا سلام. طيب هنشوف الكلام ده بعدين. وأنا بستنى. بص بقى يا نجيب، أنا مش هخليك زي كل مرة تاخد الكلام في ملعبك. خلاص يا ستي، الكورة في ملعبي، كلمي أنت. نجيب أنا مستغربة نفسي. أنت إزاي قدرت تخليني في فترة قليلة جدا دخلك بيتي وتعرف أهلي تخش المرسم بتاعي، وانا كل اللي بعرفه عنك ان انت نجيب المرشدي رجل الاعمال. انا عاوز اعرف انت مين بالظبط. يعني السؤال ده قلق ولا حب معرفه ولا ايه؟ هما الاثنين، وزود عليهم حاجه ثالثه كمان، حب فضول. فضول. ماشي يا ستي. بصي، نجيب عيل كوكتيل، أب مصري أم يونانية، كل جد من جدوده من حتة شكل، هو خد من كل حتة من دول حاجة أو صفة أو زار المكان ده. ما علينا، جده أبو أبوه فلسطيني عايش في سوريا، وجدته أم أبوه قبرصية، جده أبو أمه يوناني ومراته إيرانية. ما علينا. إيه ده، فزورة ولا إيه؟ فزورة طبعا. نجيب اتولد في اسكندريه، ابوه مات بعد سنتين من ولادته، وامه فضلت تربيه لحد ما بقى عمره 8 سنين، واشتغل في المينا لوحده لغايه ما بقى عمره 18 سنه. بس بشطاره الرجاله التقال وحبه لعبه التجاره ابتدى يجيب حاجات بسيطه، كونتينر اتنين، لحد ما قابل رجل اعمال كبير جدا وجامد جدا، شاف وحب وحب طريقته فخده معاه وخلاه من القريبين ليه قوي. وشويه شويه كبرت اللعبه وبس. ايوه بس انت جبت الحس الفني ده منين؟ بص يا فريد، انا بحب الفني قوي. انا اشتريت جيتار من وانا عندي 12 سنه، اتعلمت عليه من غير ما اي حد يقول لي اي حاجه، ولغايه النهارده انا بعزف. ياه، انت بتلعب جيتار فعلا؟ على قدي بس سميه جامد وعجبك. وكنت غاوي ارسم اي حاجه بتيجي في دماغي، على اي حاجه قدامي، باي حاجه ماسكها في ايدي، ده من وانا عندي 5 سنين، ولحد النهارده انا برسم زي ما انت عارفه. لا بس في الحاجه دي بالذات انت مش على قدك. والله لو رايك ده مش مجامله يبقى انا اعتبر نفسي خلاص اتصنفت. لا طبعا مش مجامله، بس خلينا في حكاية الولد بتاع اسكندرية.
كملي. الولد بتاع اسكندرية بقى تاجر كبير جدا، وراه بير بترول، بياخد منه اللي عايزه عشان يحقق له أحلامه بس من غير ما يسأل، ورجع تاني يعمل اللي بيحبه. خد دبلومات في المسرح وفي البينتينج، جرب يعزف في فرقة، وبيعمل ده لغاية اللحظة دي اللي قاعد فيها معاكي وبيكلمك. نجيب، أنت شايف اللي عشته ده كله عادي؟ مش عادي، بس مش جديد. لا ده جديد، ولو ما كانش في البيزنس أكيد في فلسفة حياتك. إيه الكلام الكبير ده؟ لا كلام كبير ولا حاجة، أنا بقصد إنه أكيد في ناس كتيرة مرت بنفس تجربة الكفاح بتاعتك، بس مش كلهم محاوطينها بحس فني زيك، وإنت برغم كل اللي وصلت له مصمم إن إنت تعمل الحاجة اللي إنت بتحبها، وده في حد ذاته مش عادي. يمكن ما باخدش بالي عشان ده أنا بعمل اللي يخليني مبسوط من غير ليه وإزاي. بس ده تفكير بوهيمي، واستحالة أكون في شخصية رجل أعمال زيك. لا يا فريدة، لو أنا كنت عارف إنه تفكير بوهيمي قبل ما أفكره ما كنتش فكرته. بصي، أنا بسيب نفسي للدنيا كده على بساطتها، لا بعرف أصنف اللي بعمله ولا أديله اسم، عشان ما ببقاش حاسس إنه ده غريب أو استثناء. ده أنت أكيد ليك مليون ألف حبيب. لا يا عم مش قد كده. هما 120 مفيش غيرهم. لا مش مصدقاك. طبعا مش لازم تصدقيني. في الزمن ده الواحد مش قادر يحب واحدة أو اتنين، إزاي هيبقوا 120؟ أيوة بس أنا مش قصدي كده. أمال قصدك إيه؟ قصدي إن هما أكيد كتار. هو العشاء اتأخر كده ليه؟ نجيب، أنا أول مرة بتكلم مع راجل بندية زي كده، أنا حاسة نفسي إن أنا مش فريدة، أو يمكن متقمصة شخصية فريدة كاولو. أنت بتعرف فريدة كاولو؟ آه طبعًا عارفها، الرسامة المكسيكية. شفتي الفيلم بتاعها؟ أكيد طبعًا، ده اسمها على اسمي. بس هي مجنونة. لا هي مش مجنونة، هي عاشت وسط عالم كلهم عبيد، والناس العبيد دول لما بيشوفوا حد حر بيقولوا عليه مجنون. صح، انت صح. ايه يا فريدة في ايه؟ مالك؟ لا ولا حاجة، احنا ممكن نمشي للعشاء. معلش نعوضها مرة تانية، أنا عاوزة أمشي. ماشي زي ما أنت عايزة. سمح. أنا شارب سيجار. في صحتك. عايزة أشرب معاك كيس، ممكن؟ بس بقولك إيه، من غير الوش القفش ده، هو أنت جاي تنبسط ولا جاي تعكنن على نفسك؟ يا بنتي ليه فاكرة نفسها مين؟ مالها بس؟ يا فاكرة كده إنها ركبتني، أنا تجيبني هنا وتقول لي جاية وما تجيش، ده أنا أضربها بالنار وأدفنها هنا. أنت عايز منها إيه؟ هو أنا وحشة قوي كده؟ إيه؟ مش عاجبك خالص؟ أنتِ، أنتِ ست الكل، أنتِ بمقام 100 واحدة زيها. أمال إيه بقى؟ ميرفت ما أنتِ عارفة بقى. إن جيت للحق، أنا ما كنتش راضية على اللي بيحصل ده خالص، بس أعمل إيه بقى؟ ما كنتش قادرة أتكلم، ده أنا ما كنتش طايقة نفسي، دي بنت زبالة. ملهاش في الطيب نصيب. مش كده برضو؟ ده كده وكده وكده. ايوه كده. صحتك. بصحة المزاج العالي العالي قوي. بقولك ايه يا ميرفت، انا كان نفسي كده تطبخي. بس كده؟
منين معيني الاتنين؟ من هنا اهو؟ قولي هنا اهو؟ ايوه بقى. ايه انت لسه قافش ولا ايه؟ مرفت انا مش قافش منك. بتفكك منها بقى. وانا هفكني من مين ولا مين بس؟ انا قلت كده برضو من اول ما شفتك. قلت ايه بقى؟ مقضيها يعني. ما الناس كلها مقضيها وانا بس اللي مقضيها. ليه؟ بس انت حاجة تانية خالص. حاجة تانية ازاي يعني؟ يعني انت بقى دماغك ناشفة واللي تقولك لا تكهربك وتقفش فيها اكتر. انا طول عمري كده من وانا صغير، الحاجة اللي ابويا يقولي عليها لا تفضل في دماغي لحد ما اخدها. طب احكي لك على حكاية زمان. احكي. زمان وانا عندي 14 سنة كان في بنت شغالة روسية في الفيلا اللي جنبينا، بس كانت ايه؟ كرباه. 14 سنة؟ اه يا قادر. المهم بقى الناس دي كان عندهم عيل صغير، بس كان ساعتها أكبر مني بسنة أو اتنين، بس واد فرفور من بتوع بابي ومامي، بس رجل الورد يتسئل اقول ليه. الله ينور عليك. في يوم من الايام بقى جات لي فكره شريره. خدت حبتين منهم من بيت امي ورحت زرتهم في الفيلا. في اليوم ده بقى ابوه وامه كانوا خارجين، هوب هم خرجوا من هنا وانا قمت حاطط له الحبايتين في الحاجه الساقعه، اتلطش ودار. فضلت انا ومين؟ والموز ده طبعا. اسم الله عليك. والباقي بقى انت عارفه ايه؟ يخرب عقلك يا باشا، وعرفت تظبطها كده وانت لسه صغنن. عيب عليك. يعني مفيش مره كده ولا كده عقربت معاك؟ مفيش واحده تعقرب مع عادل الكومي. مش القصد، راس الحربه طول ما هو رجليه طرشه بيجيب جوان، انما ممكن مره يعني رجليه تجلي بس بيفضل برضه راس حربة. في الحالة دي بقى ممكن يلم كور. بس بيني وبينك حصلت معايا في مرة قديمة؟ يعني كانت قريب. اوعى تقولي البت بودة.
أعيدك التوام، أعيدك. ما تخافيش يا بنتي يا بودة، كلنا مع ميرفا. وبعدين أيمن باشا لا يمكن يخليه يلمس شعرة من راسها. انتي ما تعرفيش لما الخمرة بتسوق ازاي. بس يا بنتي هو راس الحنش اللي بيعمل لنا كوابيس بالليل بعد ما طلع لنا في المقدر. انتي تعرفي مين ابوه؟ شكرا عاشور، اتفضل استنيني بره. حاضر. عمل لك حاجه يا بنت؟ عيب عليك يا بنت، انا كنت شهيصتي بس اتطرقتي. ايوه بقى، ربك يمهل ولا يهمل. بس يا بنت انت وهي، وطي صوتك يا بني ادم، انت مش في تكيت ابوك هنا. انت عايز مني يا ايمن؟ ايمن بيه يا متهم؟ مش عايز اسمع صوتك عشان ما ازعلكش، تمام؟ ايمن باشا. ايوه مرفت. وانا هتعتبروني شاهد زي ما قلتولي ولا ايه؟ انت عايزاها؟ بتسأل لي يا باشا عشان تجاوبي؟ لو هتحبس معاها مش هسيبها يا باشا. يلا خديها وروحي. والنبي يا باشا، مفيش شاهد بيبات عندنا في الاسم، اتكلوا على الله. طب والمحضر؟ صباح رباح، بكره تكونوا عندي الساعه 10 الصبح. من نجمه هجيبها لك يا باشا. عايز من نجمه من 10 الصبح، اتفضلوا يلا. ماشي يا باشا. بنتي يا رباب عايزه حاجه؟ نبي اختي ما عرفت تشكر لك ازاي. طيب يا بنت ده احنا واحد، احنا ما بنتقابلش غير مره واحده بس في الخير. انت جدعه قوي وانت بميت راجل. ربنا معاكوا ويحميكوا. يلا بقى احنا نهزر ولا ايه؟ يلا خلي بالك من نفسك، خلي بالك من نفسك. حاضر يا باشا، مع السلامه. يلا بقى ده انا جعانه قوي. يلا لك شويه كباب وكفته وحبيت حمام تتبس. استغفرك واتوب اليك. منور يا عادل بيه، شفت ازاي انا مؤدب؟ منوره يا ست ساميه. بنورك يا سعاده الباشا. منوره يا رباب. بنورك يا باشا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الفتاح بيك كومي، معاك المقدم ايمن عبد العزيز نائب مامور اسم رود الفرج. ايوه. اهلا ايمن بيه. أؤمر. إيه؟ مين؟ مين اللي اتقبض عليه؟ أنت بتقول إيه؟ ارتحتوا يا أيمن بيه؟ ارتحتوا؟ ماشي، بس أنا كومي ومش هسكت. افهموا كويس قوي إن ده يبقى ابني. أنا جاي، أنا جايلك. يا راجل ارفع إيدك. إيه؟ مش هعرف كمان أحضر ابني؟ اهدى يا كومي بيه، الله يخليك. لا فؤاد، ابني يا فؤاد. عشان خاطري اهدى شوية. يا فؤاد سيبني أعمل معروف. اهدى أمشي وش شرط. يا محمد بيه. أيوة مش فاهم الأساتذة إن أعمل اسم؟ تمام سعد. اسمي إن شاء الله. عادل الكومي، ايديه ما تتحطش في الكلام. ابوس ايدك. فوق الكلام مش هسألك. ابوس ايدك كفايه عشان خاطري. خلاص سعادتك بتقول ايه؟ خلاص يا فندم مفيش اي حاجه. انا بساله هو لو سمحت. نفسي افهم ابني عمل ايه عشان اشوفه بالمنظر ده. وليه سعادتك ما سالتوش؟ لو هو مكسوف منك تعالى خبط على بابي اسالني انا هجاوبك. اما تعمل دوشه كده احنا مش في عزمه سعادتك. اعذرنا يا ريس، الكومي مخنوق على ابنه، اي حد مكانه هيعمل كده. لا يا راجل. محمد بيه. تمام سعادتك. خد الاساتذه على النبطشيه جوه. تمام سعادتك. واي زعيق او تجاوز لبسوا الكلبش وقعدوا جنب البيت. مفهوم يا فندم، بس انا كنت عاوز هنقابل سعادتك واللي عايز تقوله تحت امرك. تعالى يا كوبي، اتفضل اتفضل معايا، اتفضل تعالى بس تعالى تعالى تعالى. ايمن بيه. سعادتك مش شايف ان الموضوع ما يستاهلش كل الاهانه اللي احنا حطينا فيها عادل بيدي؟ الله يستاهل، ما يستاهلش الموضوع ما يخصناش. المثل بيقول يعني اللي بيشيل قربة على دماغه مخرومه بتخر عليه. القضيه دي هتخلص زي اللي قبلها انت عارف، بس اسمح لي بعد اذنك، انت مش شايف ان في شويه تعسف كده؟ والله سعادتك تعسف مش تعسف، احنا بنعمل شغلنا. الضبط حصل باذن من النيابه، احنا كنا رايحين في ضبطيه اداب اساسا، لقينا البي سابقنا هناك، وده باعترافه يا باشا ان هو خطف المدعوه رباب الجمل. اعترف؟ اعترف بايه؟ ابن سعادتك اعترف بخطف رباب الجمل ومحاوله انتهاك عرضها، وده كله بتسجيل صوتي وبامر قانوني،
كل ده هيتضم في التحقيق لما يروح النيابة إن شاء الله. اعترف. لا ممكن نسمع التسجيل ده بعد إذنك يا إيمان بيه. والله كان بودي في النيابة بقى وعليك خير يا متر. إحنا بس كان بدينا بس 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 بس. إيه؟ على مهلك. ومعاه متر. الراجل مش عارف يمشي. ابنه دمره. شكرا يا باشا. شكرا. خد المتاع مع الحجز. هاي عمر. انت بتشرب سجاير كتير كده ليه؟ شوية كده بس. آسف. على إيه بالظبط؟ آسف عشان ما كلمتيش امبارح. لا عادي، كنت متوقعة إنك مش هتيجي. لا مش قصدي يعني. أنا عارفة يا عمر، بس كان نفسي تحرجني وتيجي. معلش بس أنا انشغلت في حاجات كتير أوي يعني. الناس فجأة في سينا زي ما احنا مش عايشين قبل ما نروح. كل حاجة فجأة بقت محتاجاني. ربنا يخليك لي. شفت فريدة؟ عديت عليها كده. أنا قلت كده. بس انا قعدت معاها 10 دقايق بس. كفايه قوي يا عمر، ما انتش محتاج اكتر من كده عشان تبقى بتشرب سجاير بالطريقه دي. قصدك ايه؟ هو انتوا ليه دايما بتحبوا تروحوا للي مش عايزكم؟ احنا الرجاله عموما بتفكروني بالعيال، بتحبوا التشالنج تحدي وخلاص. بس انا ما رحتلهاش عشان كده. انا ما رحتلها ليه يا عمر؟ انا قابلت مراتها، قالت لي انها واقعه في ورطه ومحتاجه مساعدتي. وتساعدها بصفتك ايه؟ هو انتوا مش سبتوا بعض خلاص؟ سبنا بعض. بس احنا قالت لي انها نعرف بعض بقالنا 20 سنه. في حاجات تانيه بتربطني غير ارتباطي بفريدة. طبعا. ويا ترى ايه الورطه؟ في حد جديد ظهر في حياه فريده و مامتها مش مستريحه حاله. وعايزك انت اللي تلحقها بجد يا حرام. على ايه يا مريم؟ حاسه انك بتتعامل معايا لان انا هبله يا عمر. لا بس لو انا مش فارق معايا وعايز اضحك عليك كان ممكن اقول لك اي مبرر لغيابي عنك. بس انت عارف اني كنت هعرف لو بتكذب عليا. وانا مش عايز اكذب عليك. تقوم توجعني؟ يا ريتك كنت كذبت عليا. على الاقل كنت ساعتها احس انت بتخاف عليا من قلبك. عارف من الاول ان انا قلنا انك النهارده هطلع في الاخر غلطان. عشان انا غلطان فعلا ومعترف. نفسي انت بقى تفهمي وتحسي بيا. انا نفسي انت اللي تحس بيا شويه. مريم اديتي لي ايدك، طلبت مني انك تدفعي معايا فاتوره. عشان كده ما ينفعش يبقى في اي دين محتاج يدفع له فاتوره. وانا لسه عم بكلام يا عمر. وعشان كده انا رحت لها عشان ما بقاش في بيني وبينها اي حاجه تانية تربطني بيها. انا نفسي اصدقك. وانا نفسي اقدر اعمل كده. ليه؟ عشان انت ما تستاهليش ان انا ابقى معاكي بكل حاجه بكل كيان. وانت شاكك ان انت تقدر؟ انت ممكن تقولي لي. انا انت اللي شايفاني. انا عايش في الدنيا كده وسايب نفسي مطرح ما الدنيا قلبي وعقلي. انما انت اللي شايفاني من بره على بعض. تعرفي تحسبي وتقيسي. تقدر يا عمر. تقدر بس بشرط. ايه انك تبقى عايز تقدر. انك تبقى مصمم. انك تبقى عايزني.
انك تبقى بتحبني يا عمر. الحب مش بيجي بالمحاوله. مش بحاول احبك، انا بحاول اخلص. ويا ترى لما رحت وقابلتها امبارح حسيت انك تقدر تعمل كده؟ انا بعد ما سبتها على طول اتاكدت ان انا ما ينفعش ابقى معاها تاني. ولما روحت وهديت وفكرت لحظة كنت هتجنن ما اعرف مين الشخص ده، بس في نفس اللحظة مسكت تليفوني وكلمت. على قد ما المكالمة دي كانت تجنن، على قد ما انا حسيت انها كتير قوي عليا، وكنت واثقة ومتأكدة ان انت بتكلمني بعد ما قابلتها، من قبل حتى ما تيجي وتقولي انك قابلتها دلوقتي. انا قررت قرار غريب قوي وانا جاي لك دلوقتي. ايه هو؟ حضرتك هتيجي تتغدي معانا النهارده في البيت. ايه؟ اه، عايز اعرفك على اهلي واعرفهم عليكي. وانا اتكلمت مع علياء امبارح عنك، بصراحة هي مش طاقتي، هي اصلا صعبة فريدة. النهارده برضه قبل ما اجي لك قلت كده يعني شوية حاجات لماما، ما قلتلهاش تفاصيل يعني، قلت لها واحدة صاحبتنا من سينا حضرت دكتوراه يعني عشان يعني تعرف ان انت كده تعمل حسابك معانا في الغدا. انا مؤاخذة يعني. ايه هو انا قلت حاجة ضايقتك؟ لا 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 بالعكس، بس حاسة اني داخلة على رهان مش عارفة اذا كنت هقدر عليه ولا لا. ناس ليها معايير تانية وحاسة ان هم هيبقوا بيقيموني عشان يوافقوا عليا، والاقي نفسي داخلة في مقارنة مع واحدة اتربت وعايشت في وسط يوم 20 سنة. الجيم صعب قوي يا عمر. ولا صعب ولا حاجة. انت مش مطلوب مني غير انك تبقي نفسك بس. طب البس ايه؟ زي ما انت كده. لا حاسة كده اني عايزة البس حاجة منفوشة يمكن يوافقوا عليا يعني ولا حاجة. أو حاجة بترتر مثلا. لا بتكلم جد. طب أحط مكياج؟ لا زي ما أنت كده. طب حتة روج أحمر يعني؟ هو أنت كده مش عاملة مكياج؟ لا. إيه ده يعني؟ ده طبيعي؟ سبحان الله، كويس قوي إن مش كل الناس حلوين كده، وإلا كان بتوع المكياج قفلوا وجابوا دراسهم من بدري يا عمر. بس بقى.